صباحك الله صباحك بالخير. عمرك، يظل احنا وقتك. اليوم فرحانين بفوز العربي طال عمرك تفضل. بعد هزيمه النصر لنا اسبوع احنا زهقانين. تفضل. ومبارك طال عمرك كل ابو علي، كيف حالك يا ابو علي؟ الله يسلمك. بقول لك كيف حالك يا ابو علي؟ كيف حالك يا ابو علي؟ صباح الخير، مبروك الفوز، عدل هذا الكاس على القاهره واحسن هدف شفناه الموسم. الله يسلمك. الله يسلمك. سعودي كويتي عرباوي عرباوي، والله ما يهمنا العربي، الكاسح في القمه يا ابو علي، مجدنا تاريخ مشيد العربي، تاريخ الناصح، ابراج الكويت تشهد له، هو رابع ابراج الديره، رمز الديره ورمز الكوره العربي، متحدي حدوده غير استاكل بحولي، يعني انا اقصد طبعا نادي القادسيه، طال عمرك مع احترامي للجماهير العرب حولي الاخوان العرب. جزاك الله خير. غير الساكن الحولي العربي متعدي حدوده، جمهوره ملبس غدره ودشداشه، عشقنا منذ الطفوله، بتلومونا ليه نحبه؟ لونك خضر غصب علينا نحبه. طال عمرك وعندي سؤال لابو علي يا طويل العمر. ما في الحين غدره ودشداشه يا محمد، الحين ما في مشجع غدره ودشداشه. الحين كلها مقرونات. لا ممكن سؤال بس لابو علي. تفضل تفضل. صح لسانك. انا يا طويل العمر بس ابو علي، لو احنا بالسعوديه وانا اتكلم عن منطقه نجد، ولا كل ما نعرف الا النادي العربي طال عمرك، ما نعرف الا النادي العربي، عشقنا وحبنا للكوره من النادي العربي. فانا اقترح يا طويل العمر يا ابو علي، بحكم انك لاعب سابق ودولي، ليش تفتحون باب التبرع بالتعاون مع فيفا، دعم النادي، وراح تشوف راح تشوف الدعم المادي والجمهور السعودي اللي يشجع ونعشق النادي العربي كيانه ككيان، مش لاعبين، انجبت سمير سعيد. نعم. وانت نعم. طال عمرك انت قصدك نفس يعني فكره ادعم ناديك اللي تسوونه في السعوديه. نعم طال عمرك. نعم. طال عمرك. وانا لا طبعا اتحدى اي واحد كويتي يا طويل العمر، سوي استفتاء كجماهيريه، شيل بس جمهور حولي، جمهور حولي شنو طال عمرك؟ وشاكر لك يا ابو عزيز. جمهور حولي عاد اسمه جمهور القادسيه يا ابو شم. جمهور القادسية ما قال شيء. لا شو تقول عمرك؟ أقول جمهور